معانا عبر الهاتف الفنانه التشكيليه الدكتوره نورهان المهدي، مدرس مساعد بكليه الفنون الجميله جامعه اسكندريه، عشان تعرفنا على كل التفاصيل. صباح الخير عليك يا دكتوره، والف الف مبروك. صباح النور على حضرتك استاذ محمد. الله يبارك في حضرتك، انا متشكره جدا وميرسي على التقرير الجميل اللي اتعرض. احنا اللي فخورين جدا بحضرتك، وعايزين في البدايه نتكلم كده عن لوحه اعتراض الملاك. فكره اللوحه جات لحضرتك ازاي، اللي طبعا شاركتي بيها في مسابقه برشلونه الدوليه؟ تمام، هو بداية هو شرف طبعا كبير ليا وفخر تمثيلي لبلد تاريخها عريق زي مصر. بلدنا طبعا الفترة دي بتتغير واحنا كلنا لازم نشارك في التغيير ده. خليني أكلمك عن العمل بتاعي اللي شاركت بيه، هو تحت عنوان اعتراض الملاك. هي الفكرة الأساسية في العمل بتاعي قايمة على تمرد الملاك الصغير الموجود على كثرة وجود الشر في العالم ومحاولة للهروب، ولكن في شيء ما يدفعه إلى البقاء. هو عملي ده ضمن مجموعة أو سلسلة من الأعمال بتتحدث عن فكرة وجود الخير والشر في الكون وصراع الإنسان الداخلي الدائم في حقيقة البحث عن ماهيته أو الطيبة الموجودة جواه. يعني صراع الخير والشر داخل الإنسان؟ داخل الإنسان بشكل أساسي بالضبط. طيب دكتور، تفضلي. العمل من خامة الأكريليك والزيت على طوال قماش كان على مساحة 95×65. بس أنا عملي قائم ما بين الاتجاه الكلاسيكي والرمزي في المدارس الفنون التشكيلية عموما. طيب، يعني اللوحة يا دكتور مرسومة بواسطة أكريليك وزيت على قماش، بتختاري على اساس ايه هترسمي باي خامات؟ يعني تختاري خاماتك على اساس ايه؟ هل موضوع الصوره، هل الخامه اللي هترسمي عليها؟ هو عموما انا بفضل في خامات الالوان خامه الاكريليك اكتر لانها سريعه الجفاف. فده مثلا بيساعدني اثناء ما انا شغاله ان انا اقدر اغير بشكل سريع، يعني مش مضطره ان انا استنى وقت طويل جدا علشان تنشف زي الزيت. طيب حضرتك شاركتي في مسابقات تانية كتير، اللوحة دي تحديدا بتمثل لحضرتك ايه، وهل خدت وقت كتير؟ العمل بتاع جائزة برشلونة هو أخذ مني حوالي مثلا أسبوع أو أسبوعين في التنسيق. قبله أنا شاركت في متحف اللوفر في باريس، ده كان في شهر أكتوبر، وكان يعني هو تم ترشيح لتمثيل مصر في العرض في متحف اللوفر، وبعد كده تم تكريمنا يوم 22 الفنانين المختارين تحت عنوان جائزة باريس الدولية، وانا استلمت الجائزة تحت اسم مصر. كان ليا شرف طبعا المشاركة في حدث كبير زي ده. حدث متحف اللوفر كان من اكبر الاحداث اللي بتحصل، خاصة إن جميع دول العالم تقريبا بتشارك في الحدث ده. بس وطبعا بالنسبة أرجع تاني لأسبانيا، برشلونة بينالي برشلونة ده بيعقد كل سنتين. لما تم قبولي في البينالي بصراحة أنا يعني أنا كنت فرحانة جدا. أنا يعني كانت نقلة نوعية بالنسبة لي، عرض في متحف زي المتحف الأوروبي الحديث في برشلونة، دي حاجة كبيرة جدا، خاصة ان في فنانين عالميين بيعرضوا في المتحف ده بصورة دورية دلوقتي، فهو من اكبر المنصات الموجودة على الساحة الفنية. طيب قولي لي، مين كان ابرز المنافسين ليكي في هذه المسابقة؟ وبرضه حابة اعرف منك يعني معايير اختيار اللوحة بتاعتك، اختاروها ليه؟ ايه اللي ميزها عن باقي اللوحات اللي موجودة او المشاركة في هذه المسابقة؟ هو في بينالي برشلونة شارك عدد كبير جدا من الدول، أبرزها إيطاليا، بولندا، الإكوادور، فرنسا، أستراليا، هولندا، فنانين كتير جدا. وبعدين في حاجة، يعني أعمار الفنانين كانت كبيرة جدا، فأنا كنت منافس الأصغر سنا تقريبا وسط كل الفنانين دول، وده كان لافت للنظر ومثير للإعجاب في نفس الوقت. يعني طبعا كانوا بيقولوا لي أنت في السن الصغير ده وقادرة أنك تحققي حاجات زي ده، يعني فكانوا منبهرين بشيء زي ده. طبعا اختيار العمل ده كان راجع للجنة، يعني هم ليهم معاييرهم الخاصة في اختيار الأعمال. كان المتحف عامل حاجة ظريفة جدا أثناء العرض وأثناء وجود الزوار،
كان بيحصل يعني طباعة العمل الفني على حجم صغير وكان بيتم بيعه من قبل المتحف، فتحت مثلا العمل الحائز على جائزة برشلونة الدولية وكان العمل يعني حاطين عليه أسعار وكان بيتم بيعه، فده كان حاجة رائعة طبعا يعني. مرة تانية دكتورة ألف مبروك، وإحنا فخورين جدا بحضرتك دكتورة نورهان المهدي مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، شكرا جزيلا ليكي.